هذا الحبيب الذي تسأل عنه يفكر فيك ليل نهار، يفكر كثيرا كثيرا كثيرا، ليس فقط يحلم بل كذلك يبني معك مستقبل. واخا هذا الحبيب نواياه أكثر من حسنة وأكثر من طيبة، هذا الحبيب يريدك في حياتك، لكن أرى الكثير 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 من، شوف الله، هذا الحبيب هناك الكثير من العوائق، مشاكل، عقبات، يعني هي يعني وضعية صعبة صعبة جدا. هذا الحبيب يتمناك، هذا الحبيب يريد الزواج، يريد الزواج والآن حالا، لكن للأسف الشديد هناك عقبات، ليس للأسف الشديد، هي مرحلة ستتجاوزها إن شاء الله. وخا وأنت كذلك، مشاعر متبادلة وشغف، شغف بركاني، وخا مشاعر متبادلة كما قلت، لكن هناك عوائق واختلافات. هذا حبيبي توأم الروح، توأم الشعلة، توأم الروح والشعلة، أنت تسمو كل يوم في هذا الحبيب حزين بزاف بزاف بزاف، لا أدري ماذا حصل لكنه حزين. إذا كنت أنت تعاني وهذا شيء عادي، لأن يعني هذه الأشياء يعني تكون عادية عندما تكون علاقة توأم الروح وتوأم الشعلة، هي أشياء عادية، وفقط يعني عندما يكون توأم الروح أو وتوأم الشعلة أنت تعرف ذلك، لأن لديك إحساس وشعور عجيب غريب، تعرف أن هذا الحبيب ليس عادي، أنه شخص مهم مهم جدا في حياتك، وروحك تحتاج لهذا الحبيب. لماذا؟ لأنكما روح واحدة. لذلك أنا يعني أحيانا تكون هناك علاقة سامة وتعتقدون أنه توأم الروح وتوأم الشعلة، لكن لا، حبيب توأم الروح والشعلة طيب معك، هي نفس المشاعر، لا يؤذيك، لا يسيء إليك، أرجوكم، يعني لابد أن تكون الأشياء واضحة. توأم الروح والشعلة يحبك، لكن المعاناة هي بسبب العوائق والاختلافات وهذه الأشياء والعقبات، ليس لأن الحبيب يفعل أو يفعل أو يفعل. إذا فعل الحبيب هو يبتعد بسبب العوائق، لكن الحبيب ليس سيء معك. توأم الروح وتوأم الشعلة يحبك ويحزن من أجلك، يعني هو يحس بمعاناتك كما تحس أنت بمعاناته. أتمنى أن تكون الأشياء واضحة، لأن أحيانا ربما أنتم قد يعني تظنون أنكم في علاقة مع توأم الشعلة، وليس توأم الشعلة بل يعني علاقة توكسيك، يعني سامة، وهو يسيء إليك أو يفعل. لا، توأم الشعلة وتوأم الروح يحبك، يعاني من أجلك، يعني لا يسبب لك الأذى. أتمنى أن تكون هذه، وأنا أرى الكثير الكثير من العواطف النقية والعواطف، يعني توأم الروح وتوأم الشعلة طاقة بيغ، حب سماوي، حب طاهر بزاف، وهناك شغف ناري يحترق، هو يحترق وأنت تحترق، لأنك تحتاج لجسده، لروحه، لكلامه، لكل شيء. وخا هو حب قوي جدا، لكن هناك كذلك عقبات، لذلك أشكر الله من وجد توأم الروح وتوأم الشعلة وخيطه الأحمر. وهذه عزيزي توأم، عفوا عزيزي برج القوس، هذه قراءة توأم الشعلة وتوأم الروح، لأني أرى هنا جاذبية قوية بزاف، ملك النار وملكة النار يحتاج إليها وتحتاج إليه. وخا نواصل. هذا الحبيب كيف يراك؟ يراك صادقة، يراك كريمة، يراك أصيلة، يراك بسيطة متواضعة في نفس الوقت، يعني ونبيلة و مهمة جدا، لكن مهمة جدا، أنت إنسانة مهمة جدا في حياتي، وفيك صفات ما شاء الله رائعة، وأنت إنسان كريم وطيب، لأنك تهتم بالآخرين كذلك، تحب الآخرين كذلك، هذه الصفة الكريمة والجميلة
تجعلك تزيدك جاذبية في حياتك وفي عيون هذا الحبيب. وبطريقة يعني طبيعية، أنت جذابة وجميلة، لكن بطريقة طبيعية. هذا الحبيب يشعر بطاقتك، ولذلك هو يعاني، لأنه يحتاج إليك كثيرا. بالنسبة للطاقات، خلوني أرى، يعني المهيمنة هنا شغف كبير جدا جدا جدا، هنا une passion très très grande très forte. الطاقات التي أراها والمهيمنة هي النارية، قوس مثلك هذا الحبيب، أو أسد، أو حمل، وكذلك نارية، عفوا، وكذلك هوائية، ميزان، دلو وجوزاء، وكذلك مائية، عقرب، سرطان، وحوت. واخا، وهذا الحب حب نقي وجميل بزاف. أرى أن حدسك قوي جدا، هنا الكثير من الكارتات، يعني العواطف والروحانية، حدسك قوي جدا، وطاقتك سحرية وروحانية، وهذا الحبيب يشعر بهذه الـ هذه الـ هذه الطاقة، وهذه الطاقة ازدادت وازدادت منذ أن التقيت بتوأم الشعلة، ويشعر عفوا برغبة بركانية لتكون شريكة حياته، زوجته، صديقته، كل شيء، حبيبته، كل شيء، كل شيء، ويريد معك كل شيء، ويريد الحصول والوصول إليك، لكن هذا صعب. يفكر، هذا يفكر يفكر يفكر، يتحرك، لكن هناك أشياء تجعله يتراجع، هو يتحرك لأنه يحبك. أنتم الآن في مرحلة أن الحبيب يتحرك. لماذا؟ لأن هذه المعاناة تفوق يعني تفوق ما يمكن أن يتحمله الإنسان. يريد الوصول إليك ويفكر كيف وكيف، لأن هناك الكثير من الطاقة، لكن هذا الحبيب سيتحرك كثيرا، لأني أرى الكثير من طاقة الحركة والتفكير كذلك والمعاناة، هنا كل شيء، كل شيء، لكن بقوة. لذلك أنا متأكدة، وكذلك يعني ما تقوله الكرت، هو توأم الروح، حبيبك، حبيب الروح، توأم الشعلة والروح. هو يفكر في الاتحاد الأبدي، ربما حتى أن هناك طرف آخر. عندما تكون توأم الشعلة، يعني تكون العوائق مختلفة ومن كل الأنواع، حتى هناك طرف آخر، وعليه أن يختار. وخا، عليه أن يختار. أنا أراك عزيزي، وبفضل تأثير كوكب برج الميزان هذا الشهر في كوكب في القمر، أنا أراك تبحث عن توازنك، أراك هادئا، هذا ما تقوله هذا الكارت، أراك هادئا تبحث عن سلامك لكي تتمكن من يعني وصول نقطة الاتحاد مع توأم شعلتك. واخا، قراءة قوية بزاف، لكن أرى الكثير الكثير من المعاناة يا ربي الحبيب، الكثير من المعاناة. هذه القراءة تذكرني بزاف ستخو، لكن المعاناة ستنتهي ستنتهي. أنت لن تترك الحبيب، لا عقلك لن يترك الحبيب، ولا قلبك، ولا روحك، ولا كيانك، ولا جسدك، والحبيب كذلك. أنتما متشبثان لاصقين، روحكما لاصقة، لا يمكن حتى للعوائق والعقبات، لا يمكن فصلها وفرقها حتى بالماء هذا الساخن. لماذا؟ لأنه توأم الروح، هو حب سماوي، كوسميك لوف. قراءة قوية جدا، لكن أرى الكثير من المعاناة، الله يا ربي، الكثير من المعاناة، لكن حبيبي لا تركز في المعاناة، ركز في أنك وصلت يعني والتقيت بتوأم الشعلة وتوأم الروح، وأشكر الخالق، فسيحدث الاتحاد في الأخير، لأن هذه هي رغبة الحبيب ورغبتك أنت، أمنية الحبيب وأمنيتك أنت. الكثير، وحب كبير بزاف. الله، شوفوا، لك شغف وحب كبير، ربما هذا الحبيب حتى ربما سيترك حياته
يعني سيحدث هناك تغيير، سبحان الله، وهذه واضحة، يعني من أجل هذا الحب الكبير، ومن أجل يعني من أجل يعني الشغف الكبير سيحدث الاتحاد. هذه كرت الاتحاد، كرت الزواج، كرت الشغف، كرت البدايات. وماذا سيحدث؟ تغيير جذري، تغيير كبير كبير كبير. ربما هذا الحبيب لديه طرف آخر، أو أنت لديك طرف آخر، وستحدث عليكما الاختيار. وخا هناك أخبار ستصلك، أخبار سارة، وستتحقق العدالة، ستتحقق العدالة السماوية، لأنه من الصعب العيش هكذا، لا يمكنك لا أنت ولا الحبيب العيش هكذا. والاتحاد الأبدي سيحدث قريبا بفضل العدالة السماوية، لأنه يعرف أن معك فقط يمكنه أن يصل لهذا التوازن والاستقرار، لأن هناك حب وشغف و une passion très très grande، شغف يعني النار، النار التي لا تنطفئ أبدا، نار توأم الشعلة، لذلك الشعلة يعني نارية، وخوى الروح يعني تجمع كل شيء، يعني حب، يعني قوة الروح، قوة الحب، قوة الرغبة، قوة كل شيء بقوة. وخا تفهمونني ياك، كانت قراءة قوية قوية بزاف، رغم المعاناة، لكن هناك سيسيطر الحب، سيسيطر الشغف، وهذه الجاذبية، وهذا التواصل الرابط الروحاني القوي، رغم العوائق، العقبات، العقبات، رغم العقبات، رغم العوائق. وخا أنت يعني ستتجاوزون كل الحواجز. أنت أحيانا تتساءل هل أنتظره، لأنه بطيء. نعم بطيء، تكون في المرحلة الأولى، لكن الآن أرى الكثير من الحركة، هذا يتحرك لأنه يعاني وصفي. أنتم في مرحلة أخرى سامية، وخا أنت تسمو، وهناك أنت تبحث عن توازن، وهو يبحث عن توازن في حياته. وكيف سيحدث هذا التوازن بالاتحاد؟ هذا حب كبير جدا. الحركة كانت قليلة وبطيئة في البداية، لكن الآن أرى الكثير من الحركة. وقولوا لي أنتم في التعليقات، هذا الحبيب سيتحرك، سيتكلم، سيتحرك كثيرا. أرى تغيير جذري كبير 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 جدا، لأن هناك معاناة، وقلنا كفاية يكفي، انتهى، أنت تعبت، وهو الحبيب تعب. واخا وشيء آخر عزيزتي، الطاروت، قراءة الطاروت. لماذا أقول هذا؟ أريد أن أقول شيء مهم، لأن هنا أرى تغيير مهم. إما أنت ستتخذ قرار أن تغير أنت حياتك، وخا، أو هو إذا كان يعني وضعيتك أنت يعني أن تتخذ قرار. ربما أنت لديك طرف آخر، ولديك، لا أدري، كل واحد كي يعرف، لأن توأم الروح والشعلة تكون صعبة، صعبة جدا، ربما يعني تجمع عوائق واختلافات وعقبات وكل شيء تجمع، يعني تكون علاقة صعبة بزاف، وعلينا أن نتجاوز هذه العقبات. لكن إذا كان أنت مثلا، إذا كنت يعني لديك طرف آخر، وعليك أن تترك هذه الحياة لتبدأ حياة جديدة مع توأم الروح، ما أريد أن أقوله هو أن الطاروت علامات ورسائل سماوية ترشدك، وخا، لكن لن أقول لكم ماذا يجب أن تفعلوا أنتم، أنتم أحرار في تسيير حياتكم، أنا فقط أقول لكم ما أراه، وقد ينطبق على البعض منكم، وقد لا ينطبق على البعض الآخر. وخا لا تأخذوا يعني هذه القراءة كما هي، كما قلت، فقط علامات، رسائل ترشدك، لكن أنا لن أقول لك افعل هذا، غير حياتك، لا، أنتم أحرار، أنتم من تسيرون حياتكم وتتخذون القرار المناسب لكم. فهذه قراءات عامة، فقط أرى أنه سيحدث اتحاد أبدي، لأنه توأم النور، نعم توأم النور، هذا حب نوراني، حب سماوي، إنه توأم الشعلة، وتوأم الشعلة دائما يحدث تغييرات، يعني يقلب حياتك رأس على عقب، وتغييرات ومعاناة أبدية، حتى يجتمع بتوأم الروح، حتى يحدث الاتحاد. وأرى أن هناك أشخاص يعترضون وينتقدون ويتدخلون في هذه العلاقة. أخا
الكثير من العوائق.